اليوم المواطن إذا مثل انضم إلى الضمان الاجتماعي ودفع حسته بالضمان الاجتماعي خلوا يقول بالشهر الأول النسبة البسيطة المنصوص عليها بالقانون ودفعها مثل حلاق أو سائق تاكسي أو أبو تشمبر عامل بناء دفعش. لا سمح الله إذا صار عليه قدر بعد ما دفع هذه المبالغ والاستحقاقات اللي عليه للضمان هو يستحق التقاعد. هذه بعض الأحيان إخوان ما يعرفوها، فهذا أيضا يجب توعية الطبقات الهشة في هذا الجانب حتى هم نقدر نساعدهم يدفع له ضمان بسيط. نعم. ويكون بجانب الأمين مثل التأمين على الحياة، هذا تقاعد. قبل كان إلا يكمل 15 و20 سنة يلا يأخذ تقاعد، والموظف صار عمره لازم 60 سنة ينحل تقاعد ولا يقل عن 15 سنة خدمة الوظيفية وهكذا. الآن القانون أنصف هذه خاصة الشرائح الهشة. ممتاز.